اختي انايا جالسه هويا في الاول مشى الخدام تمي تيجي دزت القهوه عيط لبابا انت انا كنتخلع عليه انت خصو يدخل في الوقت ديالو خصو ما دخلش كنتخلع عليه انا مريضه عندي السكر والطنسيو داكشي كيسبق ليا الخلعه عيط لباه قال لي انا في القهوه غيسالي الماتش تاع الوداد مع ديك العشره انا غنجي للدار جاوبو باه قال لي ما تعطلش غير كتعطل عرف امك كتخلع عليك قال لي صافي غتسالي الماتش انا نجي هو تم خرج قرب الماتش يسالي خرج قبل ما يسالي الماتش تمي تيجي دير التليفون في جيبك دير التليفون في جيبك تلقاو لي هذوك هما كيقولوا انا ثلاثه هما كيقول لك وقلا خمسه ولا الله ولا ما شحال ما نكذبش انا شحال نعد نكذب عليك تلقي شديتو لي التليفون جبدتوه ليه من جيبو بديتي مناقش معاهم كيقول لهم علاش ديتو ليا التليفون وما ديتيه ليا صافي تناقشتي معاهم هما يا سكرانين مرفوعين سكرانين وضاربين الفانيل وضاربين داك المخدرات واللي جاربين ملي ناض هو ملي تناقش معاهم بحكه شدوا داك واحد منهم بدا كيضرب فيه راسو على الحيط ملي بدا كيضرب ليه راسو على الحيط شدوا الاخر غيوقف هو مع الاخر جيت واحد ضربتيه بالشمال طيحتيه واحد ملي طيحتيه الاخر نزل عليه بالقرعة غبي يتقعد وهز الضربه ويتقعد ما قدرش يتقعد الاخر بدا كيشتف عليه جا الدري ولد عمتو خارج الحانوت يتسخر جايب البوطي عمرها حاشاك ديك الصغيره حتى جا كيلهز جاكيتو هشام ما تقول كيضرب فيه هشام طيح وكيشتفوا عليه ما عرفش ما فلاش هو شكون اللي كيشتف فيه ديك الخلعه ديالو جا كيجري لاح جاكيتو هو تنح في انا كنجري تسرق من لاوت حفينا تلاقيت به جاي بوصل تاع ربي بنادم قابلهم تم جاي جايبينو جا هذاك الاخر اللي شهد لي التليفون قال لي انا كنت غنعطيه التليفون درنا داك الهضره تاع التليفون اغبنا نضحكوا معاه هما داروا خونا وضحكه قالوا لا حاس بينا غنقولوا ضحكه ما حاش بينا التليفون غندوه دابا داكشي اللي وقع شديت انا الدري ولدي طلعوه بنا جيراننا وبنت عمته قالوا حنايا ديك الضربه ما بانت لينا حنا الضربه اللي شويه واحد الضربه خفيفه قلنا غندوه نخيطوا ليه تمينا غاديين به بهذا السبيطار تاع الباطيمات اللي هنا تاع حمام فن ملي حنا تمينا غاديين به يلاه قدمنا غندخلوه للباب تاع السبيطار دريت حش داك النزاف تاع داكشي شد لي هاد الجلم كله مات عليه ملي مات عليه داك الجلم حنا بنت عمته ولد عمته عادوا غادي نجارينو قلت لي هشام ولدي اشنو هذاك المرود مالو واش تاتو غادا شتفو ضربتو ضربوك فيه ولا مالو قال لي ماما مع المرود ديالي ما مضروب ما والو ما عرفتوش اشنو وقع ليه دخلناها اختي السبيطار نعسوه تحدو صحاب السبيطار في الباياس علقوا ليه السيروم جابت هذيك الدريه جوج خيطات لي دوك الجرايبات قالت لي راه ما عندك الخياطه لا والو ما عندك الخياطه لا والو هي هذيك دخلنا هنا عسدتو ديك الدريه ديك الخيطه ديك شويه تكيناه ملي تكيناه حدو دوا مع الدريه اللي خيطت ليها قال لها واش راه خويا اختي بشويه قالت لي ماشي مشكل انا كيعرف حتى هوايا هي هذيك اختي ملي طاح نصو دخلنا نعسنا في داك الباياس علقوا لي داك السيروم شويه ملي بدا كيبخبخ قالت سمعي ديك بخ كتبخ حدو هنا في القرجوده ديالو حدو هنا في القرجوده كيبخبخ ملي قلنا ليه هاد البخبخه مالو قالت لك ماشي شويه خرج عندي الطبيب اللي تمايا قال لي هاد السيد خاصك قال لي هاد السيد خاصك يمشي لميريزكو ما عندنا ما نديرو ليه حنايا هنا ديتو اختي لميريزكو دخلت لميريزكو دخل قال لي غتخرجي الطوموبيله اللي خرجت واحد السيد تاع المخزن هي ما كايناش طوموبيله غتشوفي الطوموبيله تخلصيها ديه هذاك ملي خرجت تاع داك السيد سولته قلت له شحال دير لي الطوموبيله تاع 9000 تما اللي على برا قال لي حنا كندوها ب 8000 ريال قلت ليه هز لي ولدي عتقوا ليا هي هذيك اختي الله دخلناه ما تعطلوش داروا خدمتهم ها شافوه مغيب صافي بداو كيجرو بيه دخلوا اختي السكانير دخلوا السكانير قال لي تخرجي على برا تسناي واحد الساعه بلا شنا الجواب ديالو سنيت شويه خرجت لي هذيك مولا السكانير قالت لي تم عائلته اللي مشاو تبعوهم كيقولوا حنا كنقولوا وقيلا مات تبعوا عائلته تما السبيطار حبستهم الطبيبه قالت لي دخلوا لي امك ودخلوا باه انتوما كلشي تبقاو على برا ملي دخلت قالت لي شكون انت قلت لها انا اختي امك قالت لي باه قلت لها هو قالت لي شوفي ولدك نقول لك العيش راه ما عايش هذه هي الكلمه باش جاوبتني هذيك مولات سكانير شدت ورتني داك سكانير ولاتني داك سكانير كلهم خوض داك الدم قالت لك داريه على المخ شويه ملي قلت لها شنو كاين قالت لي غتسناو الطبيب لحقت للتسعود تاعت الليل قال لهم اللي عنده بلاصه يمشي ليها مع التسعود تاع 10 ولا مع 11 قال لهم مع التسعود انا غنجي تحت النهار قال لي ما التسعود تحت النهار انا غنجي كلهم مرضى غنقول لكم الجواب ديالكم غسيروا في حالكم مع التسعود ولا 8 ونص جو تسمعوا المرضى ديالكم
انا قال لي باه وعائلتهم يلا، قلت لي انا ولدي ما نخليهش بوحدو في السبيطار ونمشي، انا نبات معاه هنا. هي هذيك جيت انا واحد الدريه بنت جيراننا حتى هي، كلهم جاوا بنت جيراننا قالت لي غتبقي بوحدك انا غنبقى معاك. بقيت ظالم قاعده معاه، حاضي الطبيب ملي جا مع الطبيب مع سعود دخل سولته قلت له اخويا كي دابا شناجي هشام؟ قال لي اش غنقول لك، شناجي هشام كي جا كي باقي ما عرفنا اشنو واقع ليه. ملي اختي سولته دخلت الطبيبه قال لي غتسني الطبيبه تدخل مع 12 في ميريزكو. دخلت الطبيبه قالت لي اختي ما قدرت نقول لك شي حاجه، انا ولدك ما اش غنقول لك، ما عندك في عيشه عندك، ما نقول لك امان ما كاينش، ما كاينش كي هذاك امان راه كي جا كيبقى. شويه قلت لها بغيت نطلب منك نشوفه، قالت لي راه ممنوع تدخلي اختي تشوفي، قلت لها انا نطلبك نشوفه. قالت لي ملي طلبتيني انا غندخلك تشوفي. دخلتني نشوفه لقيت اختي سادي لي دوك عينيه بدوك اللصقات، دايرين لي تيوبات هنا تيوبات هنا دايرين كله كله، ولا زرق كان ابيض ولا داك ولا كله زرق. قلت لها شوفي ولدي راه مات، قالت لي الطبيبه ما ماتش، باقي ما ماتش ولكن راه بحال ميت. قلت لها شوفي اي حاجه قولي لي، الا كان ولدك قولي الا كان ولدي مات قوليها لي. قالت لي راه باقي ما ماتش وانت ما غطيقينيش. شدت لي صبعي بحال هكا قالت لي هذا العرق هو هذا العريق اللي باقي كيضرب وهو اللي راه باقي شاد الروح. قلت لي سكتي دابا حنا نتمناو. قلت لها شوفي عتق لي ولدي، قالت لي شوفي ولدك واخا يعيش واخا يعيش ميت غيعيش ميت غيولي بحال سطيلاتات الحبق، حولتيها غيتحول ما حولتيهاش ما غيتحولش. صافي ولدك راه ميت حي، هذا الشيء اللي غنقول لك انا. صافي خرجت قالت لي خرجي راه هذاك العرق راه باقي ما ماتش، العرق هو اللي باقي شاد ديك المود ديالو. خرجت نقول لك اختي واحد نص ساعه ولا ساعه هكاك تعيطوا عليا، قالت عليهم المناديم انتم هذا الشيء اختي اللي كاين. انا كنت من هادو من المخزن يعطيني حق ولدي ما يضيعنيش في حق ولدي. انا ولدي شووني فيه وهو اللي اختي هاز العائله كلي، انا ولدي حرموني منه بزاف، هذا الشيء اللي نقول لك اختي.